السلام عليكم اعزائي متابعين قناة ريبحك. عندنا لو اول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب معانا موقع الصور. الموقع ده يا شباب لسه في يومه التاني زي ما انتم شايفين. الموقع بيدينا 100 روبل هدية عند التسجيل، 1 روبل في رصيد السحب وفتح السحب يا شباب ب10 روبل، وفي مكافأة كل 5 دقايق ومكافأة كل ساعة ومكافأة كل 24 ساعة. تمام يا شباب، دي واجهة الموقع يا شباب من الخارج. طريقة تسجيل يا شباب في الموقع، بنيجي من هنا بنحط الاسم والايميل والباسورد وعات الباسورد، ونحط رقم محفظة البئير، ونعلم على الشروط، وننقل الارقام دي هنا ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. للدخول يا شباب هنحط البريد الالكتروني والباسورد ونعمل تسجيل دخول. هننزل كده يا شباب لسه مسجل في الموقع حالا، هتلاقي هنا 100 روبل اهو في رصيد الشراء، وعندك مش عارف 10 روبل في رصيد السحب ولا 1 روبل، هو كاتبها المفروض ان هي كده 10 روبل. ما علينا، هنخش اول ما تخش على الموقع يا شباب هنيجي من هنا كده، هنيجي كلمة الشراء الابطال ديت، وهنخش نشتري 2 من الشخصية ديت. كده يا شباب انا اشتريت شخصيتين ب100 روبل من اللي هي الشخصية دي. بعد كده يا شباب هنيجي نخش على السحب. لو جينا نسحب هنلاقي يقول لك لازم تودع 10 روبل عشان تفتح السحب. هنترجم باللغة العربية كده يا شباب. هنيجي من هنا طبعا بعد ما اشترينا كل فترة كده بخش من هنا بنجمع الأرباح بتاعتنا من هنا الجمع، وبعد كده بننزل على بيع. البيع بنبيع بيتضاف لنا الرصيد في السحب، 50% في السحب و50% للشراء زي ما انتوا شايفين كاتب لكم فوق اهو، نص بيتقسم للسحب والشراء. كويس، يعني ممكن ايه توصل بسرعة تشتري شخصيات تانية وتزود رصيد السحب والشراء. في هنا بقى مكافأة يومية يا شباب بتحصل عليها، زائد مكافأة كل ساعة، زائد مكافأة كل 5 دقايق. دي حاجة كويسة في الموقع. كده جمعنا 81 سنت، يعني كل يوم ولا يومين نشتري شخصية من اللي هي الأولانية مميتة فضة ل1 روبل. بعد كده في زيادة الرصيد واليانصيب، ومن هنا مبادلة الرصيد، ممكن تبدل رصيد السحب رصيد الشراء، وفي هنا رابط الإحالة بتاعنا اهو يا شباب. هنيجي نخش يا شباب على السحب ونودع 10 روبل، ونفتح السحب للموقع، ونثبت في اول الموقع كده عشان لما نفتح السحب في اوله ال10 روبل ديت هتدينا 1000 من الفضة نشتري بيها 1 شخصية جديدة. تمام يا شباب، هنيجي بقى نعمل ايه، هنخش كده على زيادة الرصيد من هنا، ممكن من هنا يا شباب زيادة الرصيد، او تخش من على ايه الرصيد من تحت من هنا اهو حسب ما انت عايز، من هنا او من هنا. هنحط ال10 روبل يا شباب، نفتح السحب ونشوف الموقع صادق ولا لا. كده يا شباب احنا اودعنا ال10 روبل. لو نزلنا كده على الرصيد من تحت هتلاقي عندك 2000، يعني اداك الضعف، يعني لو حطيت 10 روبل هتاخد 20 روبل للشراء، حطيت 100 روبل هتاخد 200 روبل للشراء، وهكذا يا شباب. هنيجي بقى نفتح نشوف السحب الاول، او نشتري شخصيتين تاني. نيجي من هنا هنشتري 2 من الشخصية ديت. كده انا بقى عندي ايه 2 من دي و2 من ده. تمام يا شباب، وقريب اشتري واحد من اللي فوق خالص. وهنخش على السحب يا شباب، طبعا هنخش على البيير هنشوف رصيدنا اخر حاجة عندنا كانت طبعا ال10 روبل اللي احنا ودعناها في الموقع اهو يا شباب، وهنعمل طلب سحب.
اهو شباب كده السحب تم، واهو 1 روبل اتسحب من الموقع. هنعمل ريفرش. اهو يا شباب كده الموقع صادق لسه يومه التاني. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.